مدة ولكن نخيم هنا لأن المحل هذا كان ارتاح فيه وهدية مهدية أنت تقبل العيد وغي عيد جيت لهنا لأن كرتاح مزيان كرتاح لأن الدور موفرة والحمد لله داكشي مزيان الحقيقة أنا كيعجبني هادشي أنا المهم كرتاح أنا ملي كنجي هنا كرتاح في هاد المحل هذا حتى شي حاجة الأمان الثقة الكاملة الناس يتهلاو والحقيقة ما عندنا نقولوا في المعقمة مشينا لقينا داكشي مزيان داكشي معقم الأدوات كلشي موفر المهم داكشي في مستوى. بالنسبة لي أنا كزائر لهنا الإفران في المنتجع أول مرة كنجي ليه علاش السبب جوج الاسباب اول حاجه الحراره اللي جرات عليا من المدينه ديالي ما جيت من التاهله مدينه التاهله اللي تابعه العمل التازة والحاجه الثانيه هو هاد كوفيد 19 اللي كاين هربنا للسياحه الجبليه اول حاجه الهواء هو قله الحراره اللي ما كايناش ثاني الحاجه وثاني حاجه الطبيعه ديالها الطبيعه والسكون والهدوء اللي كاين في المنطقه. تشجع السياحة الداخلية بحيث أنه أول فندق كان دار في إطار يعني البروغرام بلادي ستجد برنامج بلادي وهو أول واحدة فندقية دارت في هذا الإطار هذا واللي كانت الهدف منه هذا البروغرام هذا هو تشجيع السياحة الداخلية. إذا فالأثمنة ديال الفندق هي أثمنة جد مناسبة للعائلة المغربية بحيث أنه تبيع فنادق لا تتجاوز شقق وشاريها تتجاوز الثمن ديالها 600 درهم حاليا في ظل هذه الجائحه وهذا 600 درهم هذه هو الثمن كان اتخذنا القرار باش اننا نهبطوه ل 600 درهم بالنسبه للشاليهات و 400 درهم و 500 درهم بالنسبه للشقق لتشجيع يعني السياح المغاربه اللي تيشكلوا اكثر من 95% من السياح اللي تيزوروا الفندق ديالنا. كاين عندك اولا الطبيعه لان افران تتقول الطبيعه ديالو يعني غالبا الناس اللي تيجيو لافران الطبيعه وفهاد الاطار هذا الفندق حتى هو يعني تيدوب في هذا وسط هذه الطبيعه ديال افران وهو حتى هو يعني عنده توسكي فيردور وجرده ودي بيسين وهذا كاع الناس يجيو عندنا حنايا باش يستافدوا من هذا من هذا من هذا الجو هذا وكاين بيان سور الجو الهواء النقي اللي الناس كلهم تيفضلوه سميتو تيفضلوه بالنسبه للسياحه الجبليه لان حنايا تنعرفوا بان في مدن اخرى كاين درجه الحراره تتجاوز 45 دغري مي باغ كونط حنايا في افران يعني الماكسيموم سي 35 دغري وفي الغوسونتي راه مزيانه واخا في الليل ديما حنايا مبردين الحمد لله ما تنحتاجوش يعني المكيفات ديال الهواء هذا هو ليسونسيال يعني الاغلبيه علاش يجيو الناس افران وبيان سور كاين الناس اللي تيبغيو الزياره ديال الغابه ولا ديال البارك ناسيونال ديال المنتزه الوطني ديال افران كاين بزاف ديال البلايص اللي ممكن يشوفوهم الناس هنا في المنطقه كاين ليلاك كاين الجبال كاين سميتو يعني بزاف ديال المتنفسات بالنسبه للسائح المغربي في المدينه وفي المنطقه ككل.